يسعد مساكم أعزائي المشاهدين متابعين ومحبين قناة الفجيرة مطلع الشمس من عروس الساحل الشرقي إمارة الفجيرة. بنرحب فيكم بالفجيرة مول ببرنامج ضربة حظ، برنامج المسابقات والجوائز والتحديات وأيضا الأجواء المرحة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باللمني والبركة. وبحب أمسي على زميلتي ورفيقة دربي في برنامج ضربة حظ نوار. مساء الخير يا نوار. يسعد مساك أمجد، مساء كل المشاهدين اللي عم يشوفونا من خلال تلفزيون الفجيرة ومطلع الشمس، وكل الناس الموجودة معنا بالفجيرة مول متحمسين لحتى يشاركونا تحدياتنا لليوم. وكالعادة فقراتنا اللي تعودنا عليها يوميا فقرة شرق وغرب هو وهي الأمثال، والفقرة الأخيرة ضربة حظ. أمجد شو رأيك نذكر المشاهدين والناس الموجودة معنا الهدايا اللي عنا من وين مقدمة؟ بداية من العربية للعود، كرجي للعطور، مسك الإمارات، نسيم كافي، جالكسي سينما، وأيضا معنا مطعم هوليريز وكفالة للعطور والسيدات، ومعنا أيضا ريفولي وفن بلوك للأطفال وفندق رويال إم والطاير للسيارات من فورد. كل التحية لداعمي برنامج ضربة حظ. أسمع صفقة حماس. لا لا لا، شو شو النوار مو كتير متحمسين. برنامج لا لا ما سمعت. برنامج برنامج برافو. بكفي يا أمجد. شو رأيك نبدأ بأولى فقراتنا لليوم، فقرة شرق وغرب؟ طبعا هاي الفقرة دايما بتكون غير، ممكن تكون أسئلة مختلفة أو صور معروضة على الشاشة، ممكن تكون كمان بازلز وألعاب للأولاد وكتير أفكار مختلفة. أمجد شو أول صورة عنا لليوم؟ قدرت تعرف؟ شفنا الصورة وبدنا نقرأ المعلومة. الصورة الأولى نوار بتحكي هي شخصية ممثلة سورية من أشهر الفنانات في سوريا والوطن العربي. ركزوا معاي، ممثلة سورية من أشهر الفنانات في سوريا والوطن العربي، تقلدت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء في عام 1991 ومنصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة في عام 2002. أمجد عم بيقول أنا بعرفها أنا بعرفها، شو رأيك بيعرفها ولا لا؟ تعرفها؟ تعال نشوف. يلا تعال بسرعة. اللي شو اسمك؟ أهلا وسهلا. أصلاً يزيد صديقنا، هي مو أول مرة بيشارك معنا. يزيد أنت بتعرفه ولا في حدا ساعدك؟ أمي ساعدتني. أوكي طيب شو قالت لك الماما؟ نواصل ها. أنت يزيد؟ شو اسمك؟ شو قالت لك؟ يزيد. يزيد اسمه. شو قالت له؟ استنى هو أصلاً هو أصلاً مش سامع شكله الاسم منيح. اللي شو قالت لك الماما؟ نواصل. مو نواصل؟ شو رأيك أمجد؟ شو رأي الحضور؟ طب شو رايكم يا مشاهدين؟ صح ولا غلط؟ الثاني عم بيقولوا صح. وصح بيستاهل سبب. يزيد حجر النرد، ارمي النرد. اول شو يزيد؟ مشترك رابح شو يزيد؟ معنا رقم أربعة. مبروك يا يزيد، ربحت 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا، خذ الماما معك. بنسقف له، بيستاهل يزيد. طيب يا أمجد شو رأيك؟ الصورة الثانية كمان بلشت بالظهور، رح خبرك وخبر المشتركين معنا شو المعلومة. لعبة رياضية تسمى لعبة الأمراء والسلاطين منذ القدم، ابتدعها الفرس. تمارس هذه اللعبة على خيول تدعى البوني، وكل لاعب يضرب الكرة بالعصا. شو هاي اللعبة اللي بيتبارى فيها على خيول؟ كل واحد ماسك عصاية على الخيل هيك بيضرب الكرة بالأرض. شو اسم اللعبة هاي؟ يلا ها، حدا بيعرف اسم اللعبة؟ هاي ها مبينة، ما حدا قدر يعرف اسم اللعبة. مين فارس؟ وين الفرسان؟ أول حدا رفع إيده على فكرة. يلا تعال تعرفنا عن حالك، شو اسمك؟ أحمد وليد. من وين؟ مصر. أهلا وسهلا فيك وسهلة. أحمد سافة 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 لكل جمهور جمهورية مصر العربية. خبرنا شو اسم اللعبة؟ كريتد. ها شو؟ لا أنت بتحكي الكريتد؟ كريتد. أكيد أحمد، فكر شوي، شوف الصورة. حدا ممكن يساعده من الجمهور؟ في حلاوة صغيرة، في حلاوة كنا ناكلها زمان خضرة هيك.
دائرية يعني أكثر من هيك زمان عندك غير زمان عنده صحيح بس موجود الحلاوة هو ما كان يمكن مولود لما كنت أنت ها شوف 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 عم يساعدوك ساعدوك بول شو أحمد. آخر جواب بول بولو بول. بولو هاي يا جمهور صح ولا غلط أكيد بولو صح صح أحمد مبروك بمساعدة الجمهور يلا ترمي النرد خذ النرد هي رياضة البولو رقم خمسة خمسة هو رقم مبروك النرد مبروك يا أحمد بتربح معنا فاوتشر من فن بلوك بالفجيرة مول شكرا ألف مبروك هيو وين تحية الصورة الثالثة خلينا نشوف الصورة الثالثة كأنه كتير سهلة سهل كتير صراحة صح؟ شو رأيك تحكي المعلومة أنت؟ أوكي يلا أحكي المعلومة المعلومة بتقول يعرف بالورد الدمشقي وهو الورد الوطني في سوريا ويعد من أهم ورود الشرق وأجملها بل وأفضل أنواع في العالم ويعتبر من أقدم ورود الزينة ها 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 الجواب سهل الورد هذا مين الموجود مين ممكن يكون اسمه على اسم الوردة كمان تخيل أمجد تطلع معنا شي متسابقة يعني أحيانا بيسموا باسم الوردة هاي نفس الاسم هو اسم اسم بنت ناخد شي بنوتة صغيرة مثلا تعالي نعيد السؤال طب نعيد السؤال يعرف بالورد يعرف بالورد الدمشقي وهو الورد الوطني في سوريا ويعد من أهم ورود الشرق وأجملها بل وأفضل الأنواع في العالم ويعتبر من أقدم ورود الزينة أمجد رح نتعرف على المتسابقة اللي معنا نعم ريماس ريماس تعيي ريماس عرفت الجواب روز شو الروز طبعا طيب. أنا شو اسمه إلى اسم أنت من وين مصر. من مصر في حدا مثلا ممكن يكون من سوريا ويساعدك بالاسم ها. شو رأيك ريماس؟ روح اسألي مامي وتعالي يلا عندك فرصة 30 ثانية نعيد المعلومة تعالي تعالي خلينا نشوف يمكن تكون عرفت يا أمجد شو اسمك؟ حور حور أهلا وسهلا من وين؟ من فلسطين تحية فلسطين أهلا وسهلا حور خبريني شو الجواب؟ ورد الجوري يا سلام استنى شوي مين ساعدك؟ مين ساعدك؟ ماما ماما تحية للماما تحية وشكرا لألها تحية لك للماما أوكي أكيد يا حور وأنت أصلاً لابسة نفس لون الوردة شوفي شوفي صورتك هيها سافر يا حور ارمي النرد يلا رقم واحد رقم واحد يعني ألف مبروك يا حور فاوتشر من فن بلوك الموجود بالفجيرة مول شكراً جاهزين؟ طيب خلص بعد البريك يا نور شو رأيك؟ أوكي هو وهي بعد البريك عليكم من جديد مشاهدين قناة الفجيرة وكل الجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول أكيد أمجد انتقلنا للجزء الثاني من حلقتنا وللفقرة الثانية وهي فقرة هو وهي خبرنا شو الفقرة طيب أنا متحمس صراحة لهالفقرة لأنه فيها شباب وفيها صبايا ولكن بدي أشوف الجمهور نوار ولازم أختبرهم يلا. جاهزين لا 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 نايمين نايمين جاهزين أعلى وأعلى جاهزين يا سلام برنامج برنامج يا سلام طيب. بنعرف الفقرة أمجد أنا رح ذكر الجمهور اللي رح يشاركونا بفقرة هو وهي رح نختار شاب وصبية تفضل عنا على المسرح الشاب رح نسأله أسئلة بتخص الصبايا صحيح. أما الصبية رح نسأله أسئلة بتخص الشباب وبنصحك تحاول تساعد فريقك لأنه خلص يعني كل مرة أنا فريق أنا اللي بفوز خلص
اوكي انا بنصحك ما انا ما انا بس 15 ثانيه بهي الفقره يا امجد لحتى يجاوبونا الشاب والصبي ونشوف مين ممكن يفوز. شو رايك نختار؟ يلا بنختار. انا بدي اختار فريقي وانت تختاري فريقك. تفضل. اوكي تفضل يلا. انا بدي اختار صبي هلا. انا صح اختار صبي. اوكي من الصبايا مين بده يجي بفريقي؟ من الصبايا من الصبايا من الصبايا. تفضلي تفضلي راح تشاركينا اول مره اعتقد. اوكي لتوصل تفضلي. الصبيه لعنا يا امجد خلينا نختار الشاب. مين يلا الشباب يلا. بحب يشارك. تفضل تفضل تفضلي. بس هاي النور تعرف عليك فاتن جربوها من سوريا. يا سلام وتحيه لاهل اهلنا ومتابعينا من جمهوريه سوريا العربيه. صفقه اسمع تفضل. تحيه لفاتن. تعرفنا عن حالك؟ ياسر عمار. من وين؟ من العراق. ياسر من العراق اهلا وسهلا. صار عندنا سوريا والعراق. لنشوف يا امجد مين رح يفوز. رح نبدا معي. ياسر لازم تعرف انه معنا بس 15 ثانيه لحتى نتغلب عليهم. اوكي السؤال الاول بيقول شو يعني الاكريليك للاظافر؟ فاتن تايم من فريقي انت. ايوه اكريليك للاظافر صبغ الاظافر. انه ايه يعني اكيد ما رح يقول لك ماده بتنحط على الاظافر وبالصالون هيك. قال لك صبغ الاظافر. 4 3 2 1 2. عرف قال لي صبغ الاظافر يعني هو ماده بتنحط على الاظافر هيك بس انه قصه طويله ما رح يعرف. طيب صح؟ اوكي معناته صح. انه ايه خلص. طب اعطينا الجواب نوار. لتوصيل الأظافر تصنع مواد كيماوية يتم لصقها على سطح الظفر. بعدين هو غلط يعني. تمام. السؤال عندي شو وظيفة في سؤال ثاني شو وظيفة السنبك في الحداد؟ السنبك شو السنبك؟ السنبك يعني هي شغلة بيعملوها بالحداد. شو هي؟ مشان الصدى تمنع الصدى يعني تقريبا قرب لك. خلص الوقت. قلنا شو الجواب؟ الوظيفة طبعاً يستخدم لتوسيع الثقوب وضبط موقعها. أوكي عندي شو يعني البرمودا بالملابس النسائية؟ برمودا اللي هو الشورت. يا سلام صح صح يعني هيك صح. أوكي صح. خليني أسأل سؤالي. طيب شو وظيفة الفلاتر بالسيارة؟ لتنقية الهواء. يا سلام وصح. أوكي تعادل عنا. شو يعني كريم الأساس أو الفاونديشن بالميك اب؟ فاونديشن معناتها الطبقة الأولى يحطوها على الوجه. صح صار عندنا نقطتين يا أمجد. أوكي. عندكم شو وظيفة المرساة بالسفينة؟ سين لا توقف تهدي السفينة من التحرك. يا سلام سقفة سقفة. تعادلنا صحيح تعادلنا. تعادلنا اليوم. أوكي أنتوا الاثنين فايزين ألف مبروك. رح أعطيكم النرد. نبدأ معك تفضلي. يلا يا فاتن ليديز فيرست. يا سلام رقم اثنين. رقم اثنين سيد ياسر يا ريت انت كمان ترمي النرد. رقم ثلاثة. اثنين ثلاثة. رقم اثنين ورقم ثلاثة. اوكي الف مبروك قسيمة من مسك الامارات. مبروك مبروك قسيمة بقيمة 200 درهم من الفجيرة مول. شكرا شكرا هيوهم. يا سلام بداية موفقة أمجد. تعادل بس أكيد رح يجينا حدا رح يتحدى بقوة. جاهزين أعلى. جاهزين يلا أمجد يلا اختار. اختار من اختار فريقك. طيب خلينا نجرب في فرص. تفضلي. اوكي انا رح اختار من فريقي مين ممكن يشاركنا من الناس اللي ما شاركونا من قبل. في ناس عم تأشر على بعضها. حدا بيحب يشاركنا شباب من عندكم؟ اوكي من هون من الشباب ممكن يشاركنا. تفضل. اوكي في شباب في تحدي. وينكم يا شباب؟ وينكم تحدي؟ لنشوف. معقول ان السوان اشطر منا يعني؟ ما بصير. بس طيب. انا فريقي يعني طبعا. تفضل تعرفنا عن حالك. فادي عمار من فلسطين. اهلا وسهلا فادي حضرتك. ونتعرف عليك. هدى خالد من مصر. تحيه تحيه لهم الاثنينات. تحيه يستاهلوا.
رح نبدأ معي يا أمجد. أول سؤال بيقول مثل ما بتعرف 15 ثانية للإجابة. السؤال الأول بيقول شو يعني القلوبات بالطبخ؟ إيش هي؟ القلوبات. القلوبات بالطبخ؟ Five, four, three, two, one, two. للأسف انتهى الوقت. هي المكسرات المحمصة بالزيت أو السمنة. ركزي، شو وظيفة العبدار بالسفينة؟ العبدار بالسفينة شغلها فوق شراء. قربتي. حاجة تبع المرسل سفينة. نحن طلعنا فوق على فكرة كتير عم تساعد. 3 2 1. انتهى الوقت أمجد. انتهى الوقت. الجواب بكرة خشبية ثابتة تستعمل لرفع الشراع. ما احنا طلعنا فوق ليه نزلنا تحت. عنا عندك نواف. شو يعني ميني جيب باللبس النسائي؟ ميني جيب التنورة القصيرة. يا سلام صح. شو يعني مانع الانزلاق في السيارة؟ مانع الانزلاق؟ أيوة مانع الانزلاق في السيارة. لا هو نظام. 4 3 2. صح 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 سوبي كنترول. صح تعادل. هلأ السؤال الحاسم. شو وظيفة المسكرة بالميك اب؟ تكثيف الرموش أو للرموش. يا سلام صح. لازم نفوز عليهم. طيب الميل البحري كم متر؟ 1850. نحسبها صح. وسافة. يا سلام يا سلام يا سلام. كمان مرة تعادل. الجواب الصح 1852. ألف مبروك. ألف مبروك. تفضلي مدام ترمي النرد. ثلاثة. جاهزة رقم ثلاثة. ترمي النرد. شو يا جمهور؟ نايمين مشان الفقرة الجاي؟ نايمين، خليكم نايمين. لازم بدي حماس، اللي بده يطلع يكون مصحصح. خمسة. ألف مبروك، بتربح معنا قسيمة من ريفولي. شكراً. مبروك من كرجي للعطور، الهدية مقدمة. شكراً. حيوهم. شو يا نوار، رح نروح شرق وغرب أنا وياكي. يعني لك في تطور عندك. ايه في. في شوية تطور. وانت كمان، متطورة يعني. نحن دايماً متطورين أمجد. رح نكمل أكيد تحدياتنا لليوم بالفقرة الأخيرة، فقرة الأمثال، بس بعد البريك. يلا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في برنامج ضربة حظ بالفجيرة مول، ومكملين فقراتنا. وصلنا لفقرة الأمثال. بنرحب أيضا بالجمهور المتواجد معنا لهذا البرنامج. وصلنا نوار لفقرة الأمثال. وشو بتتضمن فقرة الأمثال يا نوار؟ يا أمجد فقرة الأمثال نحن منقول النص الأول من المثل، والمشترك معنا بخبرنا شو النص الثاني من المثل. وبعد الأمثال أمجد عنا فقرة ضربة الحظ، رح نختار ثلاث مشتركين، كل مشترك عنده ثلاث فرص لحتى يرمي النرد يحصل على الرقم 12 ويربح معنا 10 كوبونات يدخل السحب على سيارة فورد. نبدأ الأمثال. يلا نختار. مين بحب يشارك بالأمثال؟ مين ممكن يشاركنا؟ نبلش معي. أنا أختار. أنت أختار. أوكي. يلا بدي الشاب اللي رفع إيده. أهلا وسهلا، بتشرف معنا. معانا 5 ثواني لكل مثل، راح نحكي نص المثل وتكمله. تفضل معنا. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. محمد عمر. من وين؟ من الأردن. أهلا وسهلا لأهل الأردن. مسافة بيستاهلوا النشامة. الله يخليك. محمد معك 5 ثواني بس. أوكي يلا أبدأ يا أمجد. نبدأ معي. رافق السعد. تسعد. يا سلام. صح. الطول طول نخلة، والعقل عقل صخلة. يا سلام. الزوج رحمة لو كتير عم تسمع مساعدات. خلص الوقت. خبرنا. طبعا الزوج رحمة لو كان فحمة. يا جاي بلا عزيمة.
يا جايب العزيمة. يا قليل القيمة. يا قليل القيمة. عندك يا أمجد. طبعاً عندك عيش وعندي. وعندي عيش. عندك عيش وعندي عيش. عندك عندك عيش وعندي عيش. عندك عيش وعندي عيش. فرنت العيش عيش. ثلاثة. أنت عم تحسب. يعني نحسبها صح. ثلاثة. يلا. صح. وين حجر النرد؟ هتولنا حجر النرد بيستاهل. تفضل ارمي الحجر. رقم ثلاثة. يا ثلاثة. هدية رقم ثلاثة. ألف مبروك فاوتشر من كافالو. شكراً. يا أمجد. تختاري هلا يا نوار. أوكي دوري أختار. أنا رح أختار صبية. مين من الصبايا ممكن يشاركنا؟ تفضلي. شاركتينا من قبل؟ شاركتينا من قبل. خبرينا اسمك؟ سوسن من سوريا. أهلا وسهلا فيكي سوسن. كيفك بالأمثال؟ أوكي. ماشي. نبدأ معي أمجد؟ يلا ابدأ يلا. يا نوار. المثل الأول بيقول خبز الصاج. خبز الصاج مقلوب على الوجهين. عندك يا أمجد. من شاف أحبابه أصحابه. يا سلام. مشكل من صف الصواني. بيعرف ياكل ومبارك. حلواني. عندك يا أمجد. بنت الأصول عشرتها يعني جواب بالطول. صح. دق الحديد. دق الحديد هو حامي. صح برافو. سافة ألف مبروك سوسن. سافة وينك يا نرد وينك؟ ارمي النرد. رقم ثلاثة. شو القصة اليوم مع رقم ثلاثة؟ شو قصة رقم ثلاثة معنا؟ ألف مبروك هدية مقدمة من العربية للعود. شكراً. وبدنا متسابق. متسابق. دورك يا أمجد. بس بدي متسابق يا نوار. هيك جاوب خمسة. خمس أمثال بخمس ثواني. أوكي. بدي واحد شاطر بالأمثال. يعني رح أقلك طلبك شوي. شاطر بالأمثال قوي. في حدا بيقدر يجاوب الخمس تفضلي. أمثال؟ بدي حدا أول مرة شارك. بدي حدا أول مرة شارك. تفضلي. ها المشاركين الجدد، الناس اللي موجودين بالفجيرة، نقول أهلا وسهلا فيكم. نحن برنامج التحديات والمسابقات. تفضلي. تفضلي تعرفين عن حالك؟ هدى من مصر. شو الاسم؟ هدى. منى. هدى اهلا وسهلا فيك هدى. كيفك بالامثال؟ رح تجاوبي الخمسه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي تبدا انت يا امجد ولا ابدا انا؟ يلا انا ببدا عادي مش مشكله. يلا. امشي بجنازه ولا تمشي بجوازه. يا سلام. صح. ليس كل ما يلمع ذهب. صح. لسانك حصانك ان صنت صانك. كنت خالد. صح. إن ما خربت نعم عمرت. لا ما بتعمر. صح. عندك يا أمجد. أحكي لك يا بلاجة مصرية. إيه قبرك على المر؟ الأمر مني. يا سلام. صح. يا سلام. الخمسة صح. خمس أمثال صحيحة. ألف مبروك هدى. ترمي النرد. رقم أربعة. رقم أربعة. جائزة رقم أربعة على حجر النرد. مبروك يا هدى، بتربح معنا هدية مقدمة من العربية للعود. شكرا يا هدى. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا نوار. إحنا ما شاء الله الكبار بينونا إنهم ما شاء الله حافظين الأمثال وكل شيء، ولكن أنا خاطري نعمل مسابقة صغيرة اليوم للأطفال. أوكي. للأولاد الصغار. يلا. بدي الأولاد اللي موجودين كلهم موجودين هون. عشر أولاد تقريبا. عشر أولاد. ها أقل أقل أقل. بس تعال 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 تعال. رح تعمل فريقين أمجد. خمسة. يلا خمسة. تعال يلا هون هون هون. هيك هيك مثلي واقفين. طيب أوكي واقفين صف واحد أمجد. خليهم صح. وقفوا جنب بعض. تمام. بعدوا بس شوي عن بعضكم. شوي بعد عن بعض. ايوه اوكي تمام. يلا يا امجد شرح لنا شو اللعبه. راح نلعب لعبه. تمام. راح نلعب لعبه.
اللعبة هي بس أحكي نملة هيك نخلة فوق نملة تحت نخلة فوق تمام ركز معي يلا نملة كله تحت نملة نخلة نخلة نملة نملة أوت أوت للأسف شكرا يلا بضل معنا الشباب هون يلا لا بس بدي أسرع أسرع نملة نخلة وين مش راح نركض نحن ميرسي بوكو شكرا هلا يلا نملة 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 نخلة نملة 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 نخلة أسرع أسرع نملة نملة مبروك تعرفنا عنك شو اسمك محمد من وين محمد سوريا أهلا وسهلا فيك محمد ارمي النرد طبعا محمد بجدارة فاز شفتوا قديش كان مركز رقم ستة سقف كبيرة ألف مبروك يا محمد قسيمة مشتريات من الفجيرة مول بقيمة 200 درهم يلا شكرا مبروك بدنا ثلاث متسابقين هلأ ضربة الحظ يا أمجد ثلاث متسابقين شو رأيك نختار البنات حدا من البنات الصغار لأنك أنت اليوم اخترت بس شباب تعال أوكي. تعال تعال بس هي أنت شاركتينا مبارح بدنا حدا كبير كمان يجرب ضربة الحظ حدا من مين الكبار من الكبار مين من الكبار بده يجرب أنتوا بكرة في عندكم فقرة في عندكم فقرة شكرا أوكي. شكرا شكرا هي. عندكم فقرة بدنا الكبار تمام الكبار مين تفضلي تفضلي تعال صغار بكرة في عنا فقرة ما قلنا لكم في فقرة بكرة أوكي تفضل مين كمان ممكن يشاركنا تفضلي مدام ثواني نوار والبنت أوكي تعرفنا عن حالك شو اسمك سليمان من وين أردن أهلا وسهلا فيك تعرف على أنك يا أمجد شهد شهد أهلا وسهلا شهد وأنتي وسام وسام أهلا وسهلا فيكم الثلاثة عندكم ضربة الحظ الحجر النرد لازم يكون التاني. ستة وستة لتدخلوا الرقم ضربة الحظ 12 وتفوتوا بالسحب على السيارة جاهزين؟ يلا بنقول بسم الله لازم ستة بستة يلا خمس واحد ثلاثة واحد حاول بعد معك فرصتين إن شاء الله تقدر تجيب رقم 6 وتربح 10 كوبونات لحتى رقم 12 تربح 10 كوبونات لحتى تدخل معنا السحب ثلاثة واحد ثلاثة واحد يا نوال الفرصة الأخيرة معك فرصة أخيرة لو لعبت يا زهر أي والله بالضبط هاي بالضبط شوف عم يقولوا لك شوي شوي ثلاثة هذا أوفر هذا أوفر شكرا تفضلي شو قلتي اسمك شهد شهد أوكي خلينا نشوف حظ شهد يلا يا شهد هنا ستة ستة ستة, ستة واحد يا سلام أوكي. طبعا أنت ستة كمان واحد كمان مرتين عندك إن شاء الله يقدر تربح ويكونوا الاثنين ستة أربعة وأربعة أربعة. عندك آخر فرصة أخيرة شهد. ركزي 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 وشوي شوي رمي هون ستة اثنين واحد اثنين واحد شكرا شهد حظ أوفر وسام تفضلي ما بتعرفي حظ جمهور جاهزين جمهور شجعوا وسام وين التشجيع جمهور واحد واثنين لسه عندك فرصتين ان شاء الله لا اثنين مع بعض اوف اربعة واحد خمسة واربعة اوكي كمان مرة آخر فرصة بسم الله طيب
وصلنا لأربعة اثنين حظ أوفر. شكرا حظ أوفر. بدنا حدا كمان مين بيحب يشارك على ضربة الحظ للدخول على سقف السيارة. What's your name? Sharmila. From where? From India. Welcome. Okay. What's your name? Faizan. Faizan? Faizan. 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 Oh, okay. You guess number 12, 6 by 6. Okay? You will get 10 coupons to win the car. Yeah, to win the car. Okay? You have 3 chance. Chance number 1. Okay. 6-5. Another try. 3-3. One more time. آخر محاولة يا نوار. Last one. Thank you. أمجد للأسف اليوم الحظ ما كان مع أي حدا، مع أنه عادة يعني ممكن شخص واحد يربح معنا، لكن اليوم للأسف ممكن بكرة إن شاء الله لازم تكونوا موجودين معنا بالفجيرة مول لحتى تكونوا أصحاب الحظ الأوفر والأكبر وتربحوا 10 كوبونات تدخلوا السحب على سيارة فولت. أمجد للأسف انتهى وقتنا لليوم، أكيد منشوف الجميع وبشوفك أمجد بكرة بنفس الموعد. صار بدنا نقول شو باي باي, باي.